النادي الاهلي؟ اكيد اكيد يا كابتن. يعني الواحد صحيح يعمل يعني يلعب بشيخه فلوس، لكن اهم حاجه اهم حاجه هي حب الناس. يعني اسمك اللي تخليه، خاطر الفلوس توفى والكوره توفى، لا تقعد كان علاقتك مع الناس. يعني نشوف انيس بوجلبان كيجي لمصر في الوقت الحالي، الناس مازال الناس تفتكره بحاجات ما كبيره، والناس تشيله فوق راسه. يعني هذه الحاجه الواحد لازم يفكر فيها بعد ما يخلص المسيره بتاعه. يعني وانت بتتكلم عن الفلوس، وممكن الواحد او علي معلول يضحي بحاجات كتير علشان حبه للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت جالك عرض كبير من احد الانديه السعوديه، مقابل كبير جدا للنادي الاهلي، مقابل كبير لعلي معلول. علي معلول فضل البقاء في النادي الاهلي. يعني انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر في المنطقه دي. انا قلت باش نكون صريح معاك، يعني انا من اول ما جيت النادي الاهلي تقريبا كل ميركاتو يجيني عرض ولا اثنين. يعني حتى كان النادي فكر انه باش يبيع علي معلول، لكن انا كان عندي ايمان كبير اني انا مش نقعد في النادي الاهلي ونوصل للمرحله انه النادي الاهلي ما عادش يفكر انه بيستغنى على علي معلول. والحمد لله العرض ممكن اكبر عرض بتاع السنه اللي فاتت اللي انت كان الاكبر. كان اكبر للنادي ولعلي معلول. لكن حبي للنادي وحبي للجمهور والنادي، لما تكلمنا مع بعضنا كان عنده راي اني لازم نكمل في النادي الاهلي. انا يربطني عقد بالنادي الاهلي عقد احتراف صحيح، لكن عندي عقد حب واحترام للنادي. قالوا لي علي معلول ماكش مش تخرج من النادي الاهلي، انا عندي عقد مع النادي لازم نكمل العقد بتاعي لاخر مده فيه، واذا علاش لا نعاود نمدد في العقد بتاعي مع النادي الاهلي، خاطر الصراحه مكان يخليك ان انت تبدا فرحان انك تكون موجود فيه الصراحه. يعني وانت بيجي لك عقد ودايما بتفكر دايما حاطط جمهور النادي الاهلي اكيد قدامك. اكيد نفسك تختم حياتك في النادي الاهلي؟ يا رب ان شاء الله، لو لينا نصيب نختم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني دايما مسيره علي معلول مع النادي الاهلي تبقى مسيره ماليه بالبطولات وبالانجازات. عايزين نروح نتكلم عن الكره التونسيه، عن المنتخب التونسي. ما شاء الله علي معلول